ديال اليوم نعتبره بالنسبة لكم وإعلان مبادئ من أجل تأسيس خلية محلية كتهتم بالسلام ووقف الحروب في العالم. يعني المبادرة هذه كيفاش جات الفكرة ديال تأسيس المبادرة هذه؟ هذه المبادرة جات بعد حضور جمعية مدينة العائش في المؤتمر الدولي حول السلام وإرساء حول إرساء السلام والحد من الحروب في العالم اللي كان منظم في شتنبر الماضي في كوريا الجنوبية في سيول. فكلفت جمعية مدينتي باش تأسس واحد الخلية محلية واحد الخلية وطنية من أجل إعلان من أجل دعم إعلان السلام والحد من الحروب في العالم والتمثيلية المغربية في هذه المنظمة الدولية اللي كتضم واحد العدد كبير ديال الدول واحد العدد كبير ديال الشخصيات الذاتية والشخصيات المعنوية. اليوم كان لقاء أولي تشاوري مع واحد مجموعة من الإخوان ممثلين ذاتيين وممثلين معنويين وصحافة محلية حضروا معنا تناقشنا وتعرفوا على المنظمة الدولية وتعرفوا على الإعلان ديال يعني السلام. المنظمة اللي بغينا نعرفوها هي منظمة عند يعني عندها طبعا تقريبا كتهتم على المجتمع المدني، هي منظمة مجتمعية مقابل منظمة هيئة الأمم المتحدة اللي كتهتم يعني بالسلم والتهية في العالم، لكن عندها طابع حكومي ودولي. عندها طابع حكومي وطابع سياسي، هذه منظمة مجتمعية سلمية ومنظمة مدنية، دونك كتهتم بالمجتمع المدني، كتهتم بالتكوين السياسي، التكوين حول السلام وإرساء السلام العالمي. فاحنا الحمد لله دابا حنا بصدد إنشاء واحد تمثيلية هذه المنظمة على الصعيد المحلي، والهدف ديالنا هو تكون واحد الخلية محلية وتكون واحد الخلية وطنية لدعم هذا الإعلان.